ثانيا تكريم المحاضرين المشاركين في الجلستين السيد تياغو هيريك الأستاذ بطحي سليمان والأستاذة ابتسام الحميزي حتى يلتقطون صورة مع بعضهم. الأستاذة أسماء الخضري تفضلي أستاذة أسماء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من السعودية يتقدمون بتكريم إلى دائرة الخدمات الاجتماعية على يد الأستاذة ابتسام. السيدة مينا ماتسومارو السيدة إينا سوه السيد أدريانو تافاريس ومدراء الجلسات الدكتورة منى الرئيسي والدكتور جاسم الحمادي